زين. خبير زين وبيان سور لا بو نوفيل اليوم بالطبيعه هي فرحه العائلات التونسيه التلامذه اللي فرحانين بنجاحهم في البكالوريا. قمنا اليوم على تزمير على صغاريت فرحه الباك وفرحه النجاح اللي ليها طعم خاص بالطبيعه. نباركوا للمتفوقين لكل الناجحين، تحيه للاساتذه للاولياء اللي لعبوا دور كبير في نجاح التلامذه. عندنا اون ليست الحقيقه اللي تخلينا فرحانين برشا على خاطر قائمه المتفوقين اللي عندنا كلهم هما خريجي المدرسه العموميه. نلقاو في شعبه الرياضيات عبد رحمن فراس بن حميدان من معهد النموذجي بيزغوان بمعدل 19.75. عندنا شعبة العلوم التجريبية غفران عبيد من معهد بورقيبة النموذجي بتونس 19.67. شعبة العلوم التقنية مهدي باش تبجي من معهد عبد العزيز الخوجة بقليبيا بمعدل 19.61. وفي المركز الرابع في قائمة المتفوقين على المستوى الوطني في الدورة الرئيسية 2023 عندنا في شعبة علوم الإعلامية محمد أمين شوشان عن معهد عبد الرزاق الهمامي في بن عروس معدل 19.32. الحقيقة معادلات مشرفة جدا جستمان. نحب نهني ومحمد أمين شوشان اللي معنا بالتليفون. أهلا وسهلا بك ومبروك. أهلا وسهلا بك. أحكي لي محمد أمين الفرحة متاع الباك كيف تعيش فيها؟ صراحة مازلت ما استوعبتهاش خاطر حتى حاجة مختلفة يعني مش كيما العوام اللي عديتهم الكل. اي فما فرحه لها طعم خاص بينا انا مازلت مخلطه بصدمه فما صدمه بي انا كنت باش نسالك راهو باش نقول لك انك تكون في قائمه المتفوزين في على المستوى الوطني هذيا خدمت له سعيت له والا جاب طبيعته؟ لا اكيد تعبت مليون يعني خدمت بين من اول عام يعني نوتيتي وكل باهين يعني متعبش نخدم على المرتبه باهيه يعني ما توقعتش ديما نتوقع يعني كش باش نغلط فما غلطه صغيره فما حاجه باش تنقصني مي الحمد لله جيت. نحب نعرف محمد امين كيفاش سمعت بالخبر اليوم؟ كيفاش عشتوا الخبر هذاك الاس ام اس عند شكون جاي كي قريتوا كيفاش الفرحه؟ احكي لي عايشني معاك الفرحه. هو انا بعت في تليفوني انا برك ما حبيتش العائله خاطر ما حبيت نشوف انا اول واحد وحدي. وبعدين جيرانا يعني هم وصلوا المقبل يا اخي قمت وقتي انا كنت مع الصغاريات هم وصلوا المقبل وانا مازال ما وصلنيش. قعدت قمت هكاك سيما مشيت لهم يطول قعدت بعد بجنبها وهي تقول لي شبي ما جاش شبي ما جاش تشد فيا تقول لي شبي ما جاش شبي ما جاش يا اخي سمعت التليفون نوقف هي حليت وريتها لها هي طول هي تصدمت بدات تجري وانا سكت ما عادش نجم نحكي محمد امين ملي شفت الاس ام اس ملي عرفت المعدل نتاعك شنو الاجواء في الدار عبيد جايه تهني احتفالات اكيد جاوا العائله الكل عرفت تلموا الكل برشا جيران والاقارب جاوا تهنئه وتليفونات حتى اللي ما نجموش يجيو يعني كلموا فيا وباش يجيو في وقت اخر و محمد امين احنا بعد شويه عندنا فقره باش نحكيو فيها على شنو نجمو نهديو في الباك كيفاش معناتها باش نمشيو نهنيو وشنو نحضركم كادو شنو تحب انت هديه؟ صراحه لو الباك معروف على الفلوس يعني تحقش وشنو تعمل بيهم الفلوس كان جاوك فلوس؟ باش يجيوك اكيد شوف عندي حاجات لبسه خروج حاجات سي ميريتي الحقيقه تستحق التفرهيد وتستحق باش تعدي احسن صيف ممكن على خاطر تعبت على خاطر عام ما كانش ساهل نتصور خدمت عليه المعدل هذايا المتفوق نجاح الحقيقه فريمون يخليك تكون فخور بنفسك برشا وامك والدتك عائلتك اساتذتك الناس الكل اللي ساهمت في النجاح هذايا قول لي معدل كيف ما المعدل اللي نجحت به عندك على شنو تدلل شنو تحب تعمل من بعد؟ صراحة نحب نزيد نشوف أنا يعني في الشرشي الكل يقول لك خروج برا عرفت العائلة حتى يحاولوا يقول لك خروج برا يعني مازلت نحب نشوف الشواء الكل وناخذ القرار يعني معقول ناخذ نثبت الحاجات الكل ومن بعد ناخذ قراري. معناتها القرار ماهوش بالضرورة أنك تغادر تونس وتكمل الباب. مش بالضرورة. مش بالضرورة. في شنو تحب تتخصص؟ هذيك علاش انا مازلت عارف نشوف لي دومين هما برشا عندنا خاطر نحن انفورماتيك عندنا برشا لي شوا دونك نحب نزيد نشوف انا فيها اكثر انا فيها مستقبل انا الحاجه اللي نخمم نمشي فيها خاطر ما نجمش ناخذ قرار فيها
واضح واضح. انتوكا برشا تركيز وبرشا تخمام. محمد امين عندك الحق، عندك على شنو تدلل كما قلت، عندك معدل اللي ماكنك باش تعمل اللي تحب، وان شاء الله مزيد من النجاح والتالق، وبرافو ومبروك مره اخرى ليك. شكرا لك محمد امين شوشان، شكرا لك اللي كنت معانا نباركولك، وعن طريقك انت بتبيع عن هني اللي ناجحين الكل اللي اليوم يعيشوا في فرحه استثنائيه. نتمنى وزيدة بون شانس للي باش يعديوا الكونترول، دوره المراقبه ولا كيما يسميوها دوره الابطال، زيدا كيف كيف ان شاء الله بنجح ليهم. بعد شويه باش نعيشوا نفس الاجواء نتاع الفرحه ونجاح في قرى اطفال اس او اس اللي كيف كيف نحكيوا على عدد كبير من اللي باشولي 34 تلميذ في قرى اس او اس، الاربعه قرى عديوا الباك نجحوا فيهم ثمانية هذوما بالطبيعه يستحقوا زيدا باش نحكيوا عليهم، باش نعيشوا معاهم الفرحه، باش يكون هذايا معاهم بعد شويه في ساعتنا الثانيه. ما توت سويت جوستومون سالت السؤال لضيفي محمد امين شوشين وقلت له شنو تحبكم كادو، قال لي الفلوس، شنو نعملوا بهم الفلوس، فلوس الباك اللي يمشيوا فيسع فيسع، يجيوا فيسع الحقيقه ونفرحوا بهم، اما يمشيوا فيسع يمشيوا فيسع. جوستومون ديما معاك حسين التركيز وكل شيء يكون مدروس ومخطط ليه، النصائح الكل توت سويت معاك.